الأجداد والأمهات والآباء، الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات، البنات والأبناء الأعزاء. نحن منحبكم ومنحب نشوفكم دائماً جنبنا وحوالينا. لقد أبقتنا كورونا بعيداً عن بعضنا لفترة طويلة جداً. نريد أن نجلس معكم، نريد أن نحتفل معكم، نريد أن نصلي معاً، ولكن من أجل القيام بكل ذلك نحتاج جميعاً إلى أخذ لقاح كورونا. على الرغم من أن اللقاح اختياري وليس إلزامياً، إلا أننا نود أن نشجعكم على أخذ التطعيم المجاني. لديكم مخاوف ومخاوف مشروعة، ونحن نسمع ذلك. كلنا سمعنا بهذا المرض كورونا وتنوعه وتجدده، فجدير بنا إذا الإنسان لا سمح الله وقع في هذا المرض أن يتداوى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي وقال يا عباد الله تداووا، فهذا علم الأمراض يرجع إلى الأطباء، فينبغي أن نكون على ثقة بهم وأن نستمع لإرشاداتهم ونصائحهم. بعرف كتير عالم من أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والربو والسكري عانوا كتير بعد الإصابة بفيروس كورونا. لما سألنا الطبيب عن هالسبب قال لنا بسبب ضعف المناعة عندهم بسبب المرض المزمن، وأكد لنا على أهمية اللقاح أنه بيقوي المناعة وبيحسنها. لهيك قررنا ناخذ اللقاح لحتى نحمي حالنا ومجتمعنا ونخفف من احتمالية دخول المشفى. يا أخي أنا كنت خايف من هاللقاح والله، روحت سألت جماعتي قالوا لي كويس اللقاح، سألت الدكتور بالمستشفى قال لي اللقاح كويس، وجيت تلقحت أني والحمد لله يعني ما أثر علي بشيء خالص. اللقاح هو أكبر شيء ممكن يخفف معاناة الناس من كورونا. أول ما وصل اللقاح أنا كطبيب كنت أول المتلقحين. اللقاح آمن، اللقاح له تأثير جانبي بسيط مثل أي لقاح تاني، شوية حرارة وتاني يوم بيرجع الأمور طبيعية. لما أخذت الجرعة الأولى من اللقاح حسيت بشوية تعب لمدة ساعة أو ساعتين، وهلق مثل ما شايفين ما في عندي أي مشكلة. واليوم جيت وأخذت الجرعة الثانية من اللقاح مثل ما نصحوني الأطباء والممرضين كرمال أحصل على المناعة المطلوبة. وبالرغم من أنه أخذت الجرعتين بس لازم أتبع الخطوات اللازمة لأحمي نفسي من الفيروس، من لبس كمامي والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم الأيدي بشكل دوري. لا تسمحوا لفيروس كورونا أن يحصد أرواحاً أكثر، لأنه أنتم بتهمونا. نحن منحبكم وما منحب تموتوا أو تعانوا بسبب هالمرض. أنا أخذت اللقاح وأنتم بدوركم لازم تأخذوه.